هنروح لكرة السلة سيدات ومنتخب مصر أيضا بقيادة ابننا كابتن إيهاب الألفي، خلاص مسافر إن شاء الله تصفيات المنطقة الخمسة الأفريقية، وتم اختيار 12 لاعبة منهم خمسة من النادي الأهلي، وده الحقيقة يعني يدل ان يعني خمسه الفريق بيبقى 12، انت لما تاخد خمسه انت بتتكلم قرب 50% من المنتخب. مين اللي راحوا؟ ثريا محمد، رنيم الجداوي، مرال اشرف، نادين السلعاوي، والمنضم حديثا يارا اسامه. وهنا برضو ده دليل النادي الاهلي ما بيتعاقدش مع حد الا ما بيضيف فاليو للفريق، قيمه للفريق. يارا اسامه جت في وقتها في ظل غياب نور علي طلعت وفي ظل غياب هاله شعراوي. فالنهارده النادي الاهلي لما تعاقد مع يارا اسامه بعد ما نادي الزمالك سرح فرقه كره السله سيدات، النهارده انت بتتعاقد مع فاليو، قيمه تم اضافتها للفريق. فالنادي الاهلي هنا عنده تغير كبير جدا في سياسته التعاقديه مع اللاعبين او اللاعبات، اللي هيجي يعمل فرق، اللي مش هيجي مش هيعمل فرق، لا اللي عندي احسن. طيب الفريق رايح منطقه الخمسه الافريقيه، طبعا انتوا عارفين ومش محتاج اقول لحضراتكم انه اكتر فرقه بتنافسنا هي كينيا. كينيا في السيدات كره سله قويه مش على مستوى المنطقه الخمسه فقط ولكن على مستوى القاره. رواندا داخله دلوقتي بقوه، فانت عندك فرقتين جامدين هيروحوا يلعبوا المباريات دي. وطب الماتشات هتبقى من امتى؟ من 14 ل 19 فبراير اللي احنا فيه. من 14 ل 19 فبراير. كل التوفيق طبعا لكابتن إيهاب الألفي وكل التوفيق لمنتخب مصر اللي احنا بنتمنى له طبعا انه يكون يعني على قدر الـ 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 يعني المسؤوليه الملقاه على عاتقه. وانتوا عارفين طبعا دوري السله واقف رجال ودوري السله سيدات واقف. النادي الاهلي في الرجال لعب الدور الاول ولعب ثلاث ماتشات من الدور الثاني، لما يرجع هيستأنفوا. طب اول ماتش بعد الرجوع ايه؟ ماتش الزمالك عندنا في الصاله، في صاله الامير عبد الله الفيصل، واللي احنا ان شاء الله باذنك يا رب هننقلها ان شاء الله. طيب السيدات لعبوا اكتر شويه من الرجال لان الرجال بادئين متاخر عن يعني خلاص احنا بنتكلم شهر 3 و4 ده بيبقى تفنيش المواسم ما عدا الطايره، ربنا يعني يكون في عونهم لان هم ابتدوا متاخر. وهنيجي للخبر بتاع الطايره وهنقول اعتراضاتنا ايه على نظام المسابقات اللي بيحصل دلوقتي، ونظام المسابقات ابدا ده مش هيكون في صالح اللعيبه، وربنا يستر يكون يعني اللعيبه تعدي يعني من الموسم المضغوط ده في الطايره رجال وسيدات او للرجال اكتر كمان، يعدوا من الموسم ده بدون اصابات يا رب، ويعني يا رب ان شاء الله يبقى انا غلطان، بس الموسم موسم صعب جدا ومضغوط، واللي عمل الضغطه دي والسبب فيها لجنه المسابقات في اتحاد كره الطايره.